مساء الخير، وحلقة خاصة جدا من شرم الشيخ من خليج نبأ من فندق كونكورد السلام. بنقدم الحلقة الثانية الحقيقة من شرم الشيخ، واليوم الثاني للمؤتمر الوطني الأول للشباب ابدع وانطلق. الحقيقة اليوم الأولاني كان مزحوم لغاية ساعة متأخرة من الليل، ويمكن الجلسات بتبعت بالليل كان الرئيس السيسي كان حريص على انه يحضرها. الناس خلصت بالليل متأخر، يعني يمكن على 9 9:30 على ما راحوا، اللي كان ما تغداش او اتعشى او الكلام ده كله. كان امتى بقى المفاجأة؟ كانت ايه بقى اللي هو الماراثون اللي هيتعمل، وكان التجمع هيبقى حوالي الساعة 4 الفجر، يعني قبل اذان الفجر بنص ساعة تقريبا، والماراثون كان الساعة 5. كان الرئيس موجود، الشباب راح طبعا، واللي موجودين مشاركين رايحين. يمكن يعني طبعا الرئيس واخد على حاجه، وعلى لياقه بدنيه، وعلى نظام، وعلى حواديت كتيره جدا في النظام في القطاع المدني، او احنا في مش كده. فطبعا الناس موجودين، كان في انبهار جدا باللياقه البدنيه العاليه لسياده الرئيس. الحقيقه يمكن خلت النائب طارق الخولي بيقول له يعني عايز يقول له بالراحه سياده الرئيس، الشباب يعني مش هيقدر يعني. ويمكن الحقيقه ان الشباب يقدر او ما يقدرش في حكايه اللياقه البدنيه دي مساله، يعني اللي قاله طارق الخولي على سبيل كان يعني بيقول افشى مسكه كده، انما يعني الحقيقه لها اصل من الصحه، لان اللياقه البدنيه للشعب المصري المؤكد ان هي متراجعة إلى حد كبير، لأن الرياضة مش موجودة، الرياضة مفهومها الحقيقي يعني مش موجودة في المدرسة المصرية حتى في الأندية والكلام ده. لا، الأندية حتى دورها إنها تبني البناء الجسماني لأعضائها وأولاد أعضائها والكلام ده مش موجود، لأن الأندية مشغولة إما إن عندها كورة فكل اهتمامها بفريق الكورة أو فرق الكورة أو الفرق الرياضية أو المنافسة، ونسيوا الممارسة. ما علينا من هذه النقطة، إنما على الأقل كانت مؤشر النهارده الاختراق الضاحيه اللي كان معمول الصبحيه ده، يعني ده كان بيشاور لنا على ان احنا نخلي بالنا ان احنا عايزين نبص على الحكايه دي، وهنالك حل نستطيع بان نرفع اللياقه البدنيه للشعب المصري دون ان يكلفنا مليم، دون ان يكلفنا مليم واحد، لان احنا عارفين ان المدارس ما عادش فيها ملاعب. من سنين طويله بنوا الملاعب كلها فصول، ومن سنين طويله خدوا كل المنشات اللي كانت بتاعه الانشطه كلها التربويه الثانيه واتبنت فصول. ويمكن السيد وزير التعليم الانشطه لسه في بعض المدارس في الاوض بتاعه الموسيقى والكلام ده عايز يحولها فصول، هو مزنوق عشان في ازمه في الفصول. والازمه طبعا راجع لان احنا عارفين ان احنا مهما هنبني من مدارس حقيقه الامر مش هنقدر نعمل في مشكله في الموضوع ده، ودي كلها مشاكل متراكمه. وطبعا الناس اللي بتلاقي وبتنتقد وبتتكلم، انت بتنتقد على الوضع ده، طب هو الوضع الحالي اللي احنا فيه ده هو ابن النهارده ولا ابن امبارح ولا ابن السنه اللي فاتت؟ ده ابن 50 سنه فاتت، وان احنا ما كانش فيه مواكبه لهذا الموضوع، وما كانش فيه حوار مجتمع حقيقي ومشاركه مجتمعيه حقيقيه نقنع نفسينا ان احنا ما ينفعش ان احنا كده بالطريقه دي كلها ان احنا نزيد هذه الزياده الرهيبه. لازم ان احنا نعمل على الاقل بالنسبه لكل اسره هتستطيع انك انت تربي اولادك وتربي تربيه سليمه جدا، هتقدر تعلمهم وتسرع تجيب لهم هم ولدين او ثلاثه، انما لما يبقوا 8 هيبقى صعب جدا قصاد الدخول اللي احنا يعني في الظروف اللي احنا فيها دي. كل الحاجات اللي احنا موجوده دي لها اصول، لها تراكمات تراكمات تراكمات، انما من العدل ان احنا عندما ننتقد اي شيء نبقى يعني الرحمه، لان المسؤول ده تخيل حضرتك انك انت تقعد مكانه، طب بيعمل ايه؟ اهو كله بيحاول بيعمل، ما حدش معاه عصا موسى دلوقتي، المعجزات خلصت من بعد سيدنا عيسى، ما فيش معجزات عشان خاطر نقدر نقول يعني كن فيكون. فموضوع اللياقه البدنيه سهل جدا ان احنا نرجع التمرينات البدنيه الى المدرسه المصريه في الفصل، هيبقى في نموذج مدرس التربيه الرياضيه بيعمله في الفصل التمرينات، والتمرينات دي موضوعه باساس علمي ومقنن يعني لبناء العضلات، كل مرحله سنيه لها تمرينات معينه وتبقى ماده نجاح ورسوب، ويستطيع الطفل الطالب سواء كان طفل في المرحله الابتدائيه او الاعداديه او طالب في الثانويه يستطيع ان هو يقدر يؤديها في البيت، لانه مش عايز مساحه حتى لو كان ساكنين في حته صغيره جدا، مش عايز مساحه، هو عايز مساحه بطوله. يعني لو ما لقاش حاجه يفرش ورق الجورنال، هيفرش اي حاجه ويعمل التمرينات سواء على الارض وهو واقف تمرينات سويديه بسيطه هترفع اللياقه البدنيه. رفع اللياقه البدنيه ده نوع من انواع يعني اهميته زي اهميه التعليم بالظبط، لان احنا حاجه زي الانحناءات يعني معلش هروح لحته جانبيه، التشوهات العمود الفقري من ضمن التشوهات اللي هي بتيجي اللي هي بنقولها احنا باللغه العاميه بتاعتنا الاتب اللي بيجي ده بيصيب
يعني كل 5 بنات ده في العالم، مش عندنا بس، في العالم كل يعني النسبة بتاعته عالية جدا، 5% تقريبا، كل 100 بنت ممكن يصاب 5 منهم. العلاج بتاع الموضوع ده سهل جدا، ان يبقى فيه كشف بس، كشف يستطيع المدرس الفصل ان يعني يعرفه. التشوه ده لو كمل هيبقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، مشكلة صحية ومشكلة نفسية، وخلاص خرج صاحبها من السياق العام بتاع المجتمع، هيصبح الطفل او الطفلة دي مش هتقدر تعمل اي حاجة، لان هتبقى عندها شعور بعد ما العمود الفقري انه بيداني التاني لغاية ما بيعمل اللي احنا بنقول عليه الادب ده. ده سهل جدا علاجه، سهل جدا التعامل معاه. فمهم قوي ان اللياقه البدنيه، اللياقه البدنيه هي راس مال اي دوله، لان الشاب لما يكبر والفتاه لما تكبر ولياقتها البدنيه عندها قدره على العمل والانتاج، وعندها قدره لو ام انها تقدر تقوم بدورها، كل الامهات دلوقتي بتشتغل فتقدر تقوم بدورها هنا وتقدر تقوم في دورها في البيت وفي تربيه الاطفال، اللياقه البدنيه اللي هتساعدها على هذا الكلام. اللياقه البدنيه مش عشان مش هتلعب كوره، اللياقه البدنيه دي عشان نستطيع ان احنا نمارس حياتنا بصوره طبيعيه. فده موضوع مؤشر نقدر نرجع التمرينات دي في المدرسه المصريه من بكره. ويعني كان الدكتور، احنا كنا عاملين خطه، وكان الدكتور فاروق عبد الوهاب يعني استاذ كان عميد كليه التربيه الرياضيه في المنيا واستاذ التربيه الرياضيه واحد اهم خبرائنا في مصر الحقيقه دكتور فاروق عبد الوهاب، كان عامل خطه كامله لهذا الموضوع، هي مستنيه بس انه يقبل. لا انا عايز ادوات، ولا عايزين مساحه، ولا عايزين اي حاجه، انما احنا بهذا الكلام المدرسه فيها 20 مليون تخيلوا حضراتكم، من 20 مليون لما انا ابتدي ان انا من السن الصغير ابتدي اعمل له القوام السليم، خلاص هيبقى مواطن زي بيسموه في المواطن صالح، يعني صالح يعني مش يعني مؤدب وطيب، لا ده المفروض انه يبقى كده، انما مواطن صالح انه قادر عنده توازن بدني ونفسي وصحي، فيستطيع ان هو يبقى مندمج في المجتمع ويبقى عنصر فاعل في المجتمع وعنصر ايجابي في المجتمع. انا بقول الكلام ده بمناسبه الماراثون بتاع الفجر بتاع النهارده. النهارده خلاص، لان بقى الموضوع يعني اي حد ما بيمارسش، واحنا حتى دلوقتي كسلنا لغايه ما دلوقتي التكنولوجيا خلت اي حد ما بيمارسش اي نشاط، وده خطر جدا على الصحه، لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان يعني كان فرضا عليه ان يؤدي حد ادنى من النشاط الحركي او النشاط البدني علشان جسمه، لان المكنه اللي جوه دي القلب والرئتين والكلام ده كله في دوره دمويه، القلب بيضخ بعضله القلب قوتها بتضخ الدم. طب الدوره الراجعه بقى للدوره الليمفاويه دي، الدم عشان يطلع دي لازم يبقى في حركه، لو في انتخه هتبقى في مشكله وهتبتدي الفضلات، لان الدوره الثانيه دي اللي فيها فضلات الدم بعد ما مر وحصل التبادل في التغذيه والكلام ده، في فضلات في الروح هتبقى صعبه، هتعمل مشاكل صحيه كبيره. كل ده يتحل بشويه مشي، كل ده يتحل بشويه حركه. احنا دلوقتي خلاص حتى التلفزيون اللي كان بيقوم من مكانه هو بيقعد ساعتين بقى يتفرج على حاجه، عايز يقلب بقى من محطه لمحطه، كان بيقوم من مكانه وغيره، دلوقتي بقى الريموت في ايديه ما بيعملش اي حاجه. دلوقتي بقى في اسانسير ما عادش يطلع السلم، بقى في التوك توك يخليك النهارده كنت بتمشي لك 200 300 متر ولا نص كيلو، فهو بيفتكر ان الركوب ده رفاهيه وبيحافظ على صحته، لا ده انت بتعدم صحتك. انما في الاول وفي الاخر اللياقه البدنيه لشعب انعكاسها خطير جدا على الاقتصاد وعلى كل حاجه، على كل حاجه. ده كان كله بس بمناسبه وهي كانت اشاره، وفكره ان انا اعمل ضحيه او فكره الرئيس ان يكون هناك تصميم يعمل ده وهو يشارك، رئيس الدوله يشارك في الضحيه دي، دي دعوه لكل المصريين. احنا خلي بالكو ان جزء كبير من المحافظه على الجسم اللي هو ده يعني خلقنا الانسان في احسن تكوين، يعني الحاجه اللي ربنا خلقها احسن حاجه اتعملت في الدنيا اللي ربنا خلقها دي كلها، واجهزه كلها بتعمل بسبحانك يا رب، كلها حاجه يعني ما لا تملك غير انك تقول سبحان الله، ده كله المحافظه عليها بالحركه. كان ده الرساله اللي مبعوثه من اختراق الضحيه اللي اتعمل النهارده. طبعا اختراق الضحيه وتم، وبعدين كان الرئيس موجود في الندوات بقى على طول، لما نشوفها من امبارح لغايه الساعه 9 في الندوات، وبعدين الساعه 4 الفجر في بسم الله ما شاء الله يعني، وبعدين دخل على الندوات، كان موجود في الندوات وحضر الندوات، والنهارده كان الندوات يعني يمكن في ندوه اللي هي كانت على الاعلام وتاثيره على الراي العام، شهدت اختلافات في وجهات النظر، وهي اختلافات في وجهات النظر كلها المفترض انها بتؤدي للصالح العام والمفترض انها في صالح وطن، ولا اشكك في ذلك وعندي يقين بذلك. احنا نختلف في الاراء زي ما احنا عايزين، انما ما يبقاش الاختلاف ده خلاف بيننا، لان ما ينفعش يبقى في خلاف بين المصريين، ولو في خلاف بين المصريين يبقى عليه العوض، لما كل مشكله وكل قضيه عايزين نعملها نعمل عليها خلاف، خلينا نختلف وجهات النظر ونتقبل الاختلاف بصدر رحب، لازم نعمل ده.
وهنوصل اكيد. الحوار هو السبيل الوحيد اللي وصلنا في المرحله اللي احنا فيها ديت للنجاه، لان احنا في حقيقه الامر لا، ده احنا عاملين زي ما يكون في بحر وفي عاصفه من كل ناحيه، ولا بد ان الكل يتكاتف حتى نصل الى الشاطئ، ولو ما عملناش ده هتبقى في حكايه تانية. اما بقى فكره ان انا يزايد البعض، او ان البعض يتصور ان النهارده لما يبقى في تضييق على في شيء او الكلام ده، وكل ما حد يتكلم يقول بره، طب ما عايزين تاخدوا النموذج من بره ناخده كله. لو عايزين ناخد فيما يخص الصحافه وحريه الصحافه كنا ناخدها كلها، ناخد حريه الصحافه يبقى زي بره. لا يستطيع احد ان ينشر خبر كاذب، ولو حصل هذا الكلام الغرامه الماليه اللي بتتوقع ما بتعملش بقى غرامه 5 جنيه والكلام ده، لا غرامه ماليه تخلي اي مؤسسه تبقى حريصه ان ما ينزلش هذا النشر الخبر الكاذب. وانا من اسبوع كان معايا المهندس سعيد حامد او اللورد سعيد حامد، وبيتكلم على الجارديان لما عملت حاجات، والمراسل بتاعها عمل حوالي 15 تقرير كلهم كذب عن مصر، وهم اكتشفوا هذا الكلام فهم اعتذروا في حاجه قد كده، وكان وهو بعت لهم فهم عملوا الاعتذار ده، هو قاعد في لندن رجل اعمال في لندن، فهو بيقول مش كفايه، كان يجب ان الحكومه المصريه انها او وزاره الخارجيه المصريه على طول ترفع قضيه، لان رفع القضيه ده اللي يخلي اي جورنال اي بره، ما هي ما هو ده احنا مش هناخد صحافه بره، تعالى شوف لو نشر خبر كاذب، خبر فيه كذب. وهي دي المشكله ان احنا بنعاني منها، هي دي المشكله ان احنا بنعاني منها، انشر خبر كذب وبعدين والله انا ما فيش، وصلت لي الكلام يقول لك اصل حريه الصحافه. الحريه المطلقه هي فوضى بلا سقف، فوضى مطلقه بلا سقف، من غير سقف ومن غير جوانب ومن غير اي حاجه. هل احنا مصر تتحمل هذه الفوضى؟ احنا ما صدقنا ان يبقى بس فيه هدوء في الشارع، لان فكره الفوضى في كل شيء هتاخدنا للمصير اللي هم عايزينه لينا. ما حدش يقول لي والنبي اصل ما فيش مؤامره وما فيش حاجه، اللي ما شافش اللي مش شايف مؤامره وشايف ان الكلام ده كله يبقى هو جزء من المؤامره، سراء بكده على طول. يعني ده قولا واحدا وخلصة القول في هذا الموضوع. النهاردة لما عايز ابتدي، بس عايز اقول النهاردة في بداية الكلام، النهاردة في اليوم الثاني، عايز يعني كل الشكر للشباب الوطني اللي موجود، وعلى فكرة الشباب اللي موجود في المؤتمر شباب اطياف كلها. يعني انا النهاردة الاستاذ سيد عبد العال رئيس حزب التجمع كان معاه مجموعة من الشباب، فهم بيسلموا وبيتعرفوا علينا مجموعة من شباب حزب التجمع، وهذا الحزب حزب معارض. يعني انا عايز اقول الشباب موجود، وعلى وهذا الشباب الموجود له رأيه، ولما كان حد بيتكلم في ليه رأيه، فموجود الناس موجودة وكل واحد له رأيه، انما في الاول وفي الاخر معارض او متفق او اي حاجة، احنا المفترض ان احنا حتى لما نكون بنعارض علينا ان يكون هناك في اتفاق الاول بينا، يعني كلنا كمصريين علينا ان نتفق على الوطن وسلامة الوطن وحدود الوطن ومصر، ونتفق على جيش مصر. ولا يمكن، لا يمكن ان احنا ما فيش دولة في الدنيا، ما حدش يقول لي لا لا لا، ما هو الجيش مش في فرق ان انا انتقد شيء وفي فرق ان انا اجرح في شيء. والنهارده حتى لما انتقد، قبل ما انتقد، هل النهارده انا انتقد وبقول اصل ما كانش عندي معلومة؟ طب انت بتنتقد ليه قبل المعلومة؟ قبل ما تتكلم وتقول رأي، استوثق من هذا الكلام، اعرف بس ايه الحكايه قبل ما نتكلم من ده. لان الجيش مصر اللي هو النهارده اللي هو الموكل اليه، اللي هو مهمته من يوم ما اتعمل هذا الجيش ولغايه يوم القيامه، هذا الجيش مهمته حمايه هذا الوطن وحمايه حدود الوطن وحمايه الوطن من الداخل وحمايه هذا الشعب. وعندما تكون عقيدته القتاليه النصر او الشهاده، يعني انا اقدم عمري عشان بلدي، المردود ايه؟ لازم المردود يكون على قد هذه العقيده، المردود يبقى احترام بلا حدود، احترام بلا حدود هذا الجيش. هتقولي حد في العالم ده، في امريكا لما يبقى حد داخل، انا شفت في مره في حاجه كانت مبعوته في رساله، جنود امريكان داخلين مطار كده، كل الناس راحت واقفه ومسقفه ليهم، لان هو ده جزء، ده الراجل ده هيضحي بنفسه عشاني وعشان ولادي وعشان مستقبلي وعشان الحاضر بتاعي. ففكره ان انا اقرب، هو الفكره كلها اللي مزحت المنطقه ايه؟ امريكا لما دخلت العراق اول حاجه عملها ايه؟ برايمر الحاكم لما الامريكي لما دخل سرح جيش العراق، لان كان جيش نظامي وجيش قوي، كان احد الجيوش القويه، يمكن تاني جيش في المنطقه على الاقل، كان جيش قوي جدا. سرحت الجيش بقى دوله من غير جيش، دوله يتيمه مستباحه. شفتوا العراق في ايه دلوقتي؟ ايران هناك الحرس الثوري، واسرائيل هناك، وتركيا محتله جزء هناك، واللي عايز يعمل اي حاجه بيعملها. مات قد ايه بقى في العراق؟ وكل فين ثروه، فين بترول العراق؟ مين اللي بياخده ومين اللي بيطلعه ومين اللي بيعمله؟ انتهى العراق.
احنا بنتكلم على اكتر من 1,200,000 ماتوا. شوف كم واحد النزوح اللي طلع من العراق، نشوف سوريا 6 مليون هاجروا من سوريا في النزاع المسلح اللي موجود، عشان برضو فكرة النهاردة ان انا بقود الجيش وبقود هذه المؤسسة التي منوط بها حماية الدولة. الجيش الوحيد اللي باقي في المنطقة هو الجيش المصري، فعلينا ان نحافظ على هذا الموضوع. ومحدش يقول لي اصل انا لا، في فرق. لان النهارده لان الهدف المعلن من الاول من ساعه ما حصلت 25 يناير وظهرت النوايا بعديها، النوايا المدايه من بره كلها وظهرت نوايا الاخوان، هم مش عايزين الجيش، وبدا التفكير في حاجات كتير جدا. واول حاجه عملوها لو تفتكروا حضراتكم كانت اللجان الشعبيه اللي هتبقى بديله عن الـ عن الـ عن حمايه الامن في الدائره، يعني هي بديل للشرطه اللجان الشعبيه. متخيلين بقى فيبقى كل حي عامل له ميليشيا بقى، وكل حاجه. يعني هي فكره انك انت بتعمل فوضى كامله بس بصوره مقننه. وشفنا اللجان الشعبيه والبهدله، يعني انت لو كنت اي حد كان بيشتغل وهو راجع بيوقفوه في السكه 100 لجنه، وكل لجنه لها راي، يقول له فين بطاقتك، ويقول له معاك ايه، واللي يقول له انت لابس ايه. يعني شغلانه طويله عريضه. كانوا واخديننا في سكه ثانيه، الحمد لله رب العالمين ان احنا ربنا نجى مصر منها. احنا النهارده بقى وارد، مش وارد، ده منطقي ان ربنا لما خلق البشر خلق فيهم السمه بتاعه ان هم ما يتفقوش على شيء. البشر لم يتفق على شيء، لم يتفق على شيء الا حاجه واحده اللي هو الموت. كله امن بالموت واعترف بالموت، فيما عدا ذلك اختلفوا في كل حاجه، وعلى الله، حتى على الله سبحانه وتعالى اللي خلقهم اختلفوا عليه. منهم من يؤمن به، ومنهم من الحد، ومنهم من له ديانه كذا. ده البشر ربنا عمل. ففكره ان يكون هناك اختلاف بين البشر ده منطقي، لان ديت يعني دي ربنا خلقنا كده. بس لما نيجي نختلف لازم يكون الاول في قاعده من اساسيه احنا عليها كلنا متفقين عليها، ابناء هذا الوطن، احنا المصريين، الشعب المصري ده لابد ان متفقين على الارضيه اللي احنا واقفين عليها، اللي هو انتمائنا وولائنا المطلق لهذا الوطن. ده لازم نكون، ده وحدود الوطن. النهارده الوطن بعلم الوطن اللي هو رمز، حدود الوطن اللي هي لا يمكن التفريط فيها، اشياء مسلمات كثيره لنتفق عليها. لما يبقى الوطن بقى في أزمة، وإحنا عارفين ده 90% من الأزمة الموجودة الاقتصادية وغير الاقتصادية حصار، بيدفف لك، ما فيش سياحة عشان يدفف لك الدولار، ما منع عنك مصدر كبير جدا، حصار من كل ناحية، ودي شايفينه في حاجات كتيرة وباينة وواضحة ويعني غريبة. يعني النهاردة السائح الإنجليزي النهاردة وأنا بسأل هنا في الفنادق، فبقول له طبعا السياح الانجليزي ما بيلوش، بيقول لهم عايزين يجوا الانجليز، بس هو هناك الحكومه قالت له لو عايز تسافر هناك مالكش تامين عندنا، انك لو حصل لك اي حاجه مالكش تامين. طب هو مش هيسافر، لان بيبقى السائح حريص جدا، حتى لو اتعور بياخد ورقه معاه وهو هنا لاي سبب وياخدها عشان يصرف تعويض هناك. فمنع عن السياح. النهارده المانيا وانجلترا وروسيا كل ده ممنوع، ما فيش سياح. ولما تيجي حضراتكم تشوف الحال اللي في مدينة زي شرم الشيخ يعني يزعل. هو اللي بس مصبر الواحد ان احنا عارفين ان الازمة فوق طاقتنا كلنا وفوقنا، ولابد ان نتكاتف جميعا ان احنا هنواجهها بالاتفاق، ونواجهها بالحوار، ونواجهها ان احنا يبقى في اراء مختلفة. ده طبيعي ومنطقة اراء مختلفة، بس الاراء المختلفة بتهدف في الاخر لصالح وطن وليست لمصالح سياسية ولا شخصية. هي دي الفكرة في هذا الموضوع، وهي دي النقطة اللي مش واضحة جدا، واللي يمكن النهارده في ندوه النهارده تحديدا بتاعت الاعلام ظهرت بوضوح شديد. احنا في مركب واحده، وعلينا ان احنا نتفق نعدي من العاصفه ديت عشان نوصل، عايزين نوصل للشط الثاني، شط الامان، عايزين نروح نرسو بالمركب دي عشان ننزل بقى خلاص. مصر لازم ترسو على احد، لان في وسط البحر ده حاجه طالع ونازل ورايح وجاي وكل يوم بحال. الشباب اللي موجود يعني النهارده فانا عايز اقول في الظروف اللي احنا فيها الحوار مطلوب، الحوار. النهارده كان الفعاليات اليوم الثاني، الرئيس في المؤتمر الوطني الاول للشباب كان الماراثون الصبحيه، والرئيس في الماراثون ده قال ان احنا حريصون على السلام، وانه من المهم ان يسمع الجميع صوت مصر، صوت السلام والبناء والتعمير، وليس القتل والتخريب والعنف والارهاب. والنقطه دي خلي حضراتكم بالكم منها، لان جزء كبير من الغرب وطبعا امريكا بتقود هذه المساله، هو عايزين حريصين على ان لازم الاخوان يحكموا، او لازم هذه الوجهه، ما فيش حد يجي بقى يدور على بلده وطنيه ويرجع مصر تاني مصر الوطنيه، مصر الوطن، لان هم يعني الموضوع ده مش عايزينه. فالنهارده انا النهارده يعني انتوا عايزين بتؤيد النهارده من هم سفكوا الدماء، ومن هم يفجروا، ومن هم بيكفروا، ومن هم بيعملوا، انت بتأيدهم لغايه دلوقتي؟
وانتوا ولما تلاحظوا التصريحات انت بتعمل ده كله دلوقتي، ما هو انت اللي جايب جماعات كثيره جدا ارهابيه حاططها تحت مسميات مختلفه. بيت داعش دي لو تلاحظوا الصحافه الغربيه ما بتكتبش داعش، تقول لك الدوله الاسلاميه. يعني وكان عايزين يعملوا في 5 يوليو 2013 الاماره الاسلاميه في سيناء، وهم عاملين قبل كده الدوله الاسلاميه في ايران. هو مين اللي عامل ايران؟ مين اللي عمل الثوره الاسلاميه؟ اليس الغرب؟ الم يكن الخميني موجودا في العراق تحت سيطره صدام حسين ولا ومحدد الاقامه؟ طلع باوامر من الغرب وراح بباريس وابتدت الحرب. الشرايط كان بيسجل شرايط الثوره بمعرفتهم، هم عايزين بقى يغيروا، مع ان شاه ايران ده حليفهم الاول للمنطقه لفتره طويله، انه عايز يعمل دوله اسلاميه وعايز بعدها يبتدي يعمل الولايات الاسلاميه. وبقى عندي النهارده بقى مسلمين في بعض، بس بينهم وبين بعض معمول يعني حاجز لا يمكن حد يكسره، اللي هو المذهبيه ما بين السنه والشيعه، ومولعين فيها على اساس على اي حال يقول لك يخبطوا في بعض. وعملوا تجربه لهذا الموضوع، حرب الخليج الاولى 8 سنين، العراق وايران 8 سنين بيحاربوا بعض. امريكا بتدي سلاح لايران، كان اسرائيل موكل اليها تسليح ايران من خلال امريكا، وكان دول العربيه مسموح اليها ان تساعد العراق، وهو استنزاف للمنطقه واستنزاف لحاجات، بس هي حاجات محطوطه على حاجات، حاجات محطوطه على حاجات. النهارده فكره النهارده هو مستهدف انه عايز يعمل مجموعات من الامارات الاسلاميه، وكل مجموعه ارهابيه بتحارب. هو عايز يدي شرعيه لهذه الحرب، عايز يدي شرعيه لداعش انه بيحارب عشان يعمل دوله اسلاميه. هم اللي حريصين علشان يعملوا ده، وبالمناسبه وفي الفرصه وفي السكه كل الممارسات اللي بتعملها داعش هي بتسيء للاسلام وبتدمر في يعني بتسيء لاساءه، لان الاسلام لا في قتل ولا في ذبح ولا في الكلام ده كله. عشان كده الرئيس هو بيتكلم بيقول ان احنا رساله سلام، احنا رساله سلام، لا ارهاب ولا دم ولا شيء من الكلام ده كله، واحنا الوحيدين اللي تصدينا للارهاب، ارهاب الدم ده، مصر هي الدوله الوحيده، واللي اتقال اللي مصر قالته حاليا واللي قالته قبل كده على 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 فكره ان الارهاب لابد ان يكون هناك تكاتف دولي لمواجهه هذه الظاهره. طبعا التكاتف لم يتم الان، وبنشوف ده طبعا في امريكا اللي بتقول انا بضرب داعش فترمي لهم سلاح، بضرب داعش فتضرب الجيش السوري تموت منه 90 واحد. يعني المناورات ديت ان هم يريدون ان تبقى هذه المنظمات الارهابيه التي اللي هي تحمل مسميات كلها اسلاميه وكانها. وبعدين يعني حتى المسميات، يعني انا يعني طب انا هفهم النهارده ان منظمات ارهابيه بترفع لواء الاسلام او رايه الاسلام ده بيضربوا في بعض، طب انا اسلام منهم اللي صح؟ يعني اسلام اللي بيموت ولا اسلام اللي بيقتل ولا مين اللي صحيح؟ واني اسلام اللي عايزه ينتصر؟ يعني الفكره كلها حتى لما تيجي تشوف التفسير اللي في سوريا وتشوف الدول العربيه اللي وقفت ورا سوريا، دول بتغذي هذه المنظمات، حاجه مؤسفه جدا. انما هو ده الحكايه، في وسط بحور الدم ديت يطلع النهارده الرئيس يتكلم عن ان مصر حريصه على السلام، وان هي رساله سلام من مصر. ودي برضو كانت رسالة تانية مهمة اتقالت. الرئيس برضو بعد ما الماراثون اتعمل ده ركب العجلة ويعني مشي وسلم على القليل من السياح اللي هم لسه بعافية شوية السياح، كان في دولة الصبحية. ودي كانت تالت حاجة، رسالة أمان مولودة للعالم اللي مانع السياح يجيله لحسن يموتوا. لا، هو رئيس مصر أهو في الشوارع وبيسلم على السياح والكلام ده كله. الرئيس النهارده اعلن ان كان هو اعلن امبارح ان هيبقى في مؤتمر سنوي للشباب، يبقى المؤتمر الوطني الثاني للشباب هيبقى في نوفمبر 2017، انما الرئيس قال لا، ده احنا كل شهر هيبقى في مؤتمر مع الشباب، وكل يعني المؤتمر الشهر ده هيتعمل هيناقش كل التوصيات التي وتوصيات كثيره جدا ومهمه جدا اللي حصلت، هيناقش هذه التوصيات. وده يعني حاجه جديده، لانك انت خلاص اديت فتره بعد شهر نشوف ايه اللي اتعمل، كل توصيه وكل حاجه اتقالت وكل حاجه اتعملت ايه اللي تم فيها لغايه دلوقتي. يعني من اهم الحاجات اللي اتقالت لما الدكتور اسامه الغزالي حرب قال للرئيس ان لازم يفرج عن الشباب والكلام ده، فالرئيس قال هات لي قايمه، هاتوا قايمه باي اسماء وهنرجعها، اللي محكوم عليه او اللي هو في ضده اي اعمال جنائيه خاضعه للقانون انا مش هقدر اطلعه، اي حد غير كده هيطلع. وقال له ما هاتوا القايمه دي. النهارده الرئيس تاني يكمل قال ان النهارده الشباب اللي موجود يبقى في لجنه منه بيراجعوا هذا الكلام، وهيبان بقى خلاص احنا قدامنا الشهر الجاي هيشوف النتائج. فده مهم حاجات كتيره جدا، ما يبقاش النهارده المؤتمرات
او توصيات مجرد كلام وحبر على ورق، وبعد ما ينتهي الامر كل واحد بيروح لحاله وكل المسائل انتهت. والرئيس قال الدولة هتعمل حوار مجتمعي حول التعليم، وده كان برضو من الاقتراحات المهمة جدا، لان احنا عندنا التعليم مشكلة التعليم مشكلة شديدة التعقيد، لانها تراكم سنين طويلة جدا 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 جدا، سنين طويلة جدا يمكن مش اقل من 45 سنة، ويمكن ربما داخلين في 50 سنة المناهج اللي موجودة لم يتم تطويرها بأي صور من الصور. ووصلنا تقريبا تقريبا والله أعلم مصر هي الدولة الوحيدة اللي مناهج التعليم فيها حفظ وتلقين. كل العالم دلوقتي بحث ومعرفة، يعني خلاص ما عادش ما فيش مبرر ولا معنى ان انا اقعد احفظ كلام كلام، بحفظ كلام كتير جدا واحفظ في المنهج ده كده واحفظ ده كده وده كده وامتحن وبعد اسبوع او 10 ايام او 20 يوم هنسى هنسى، فيبقى المعلومة هنا ما بستتش. البحث والمعرفة كل المعلومات اللي كان هيحفظها ديت هيبقى من خلال ان هو بطلب منه ان يبحث عن معلومات ويكتب بيعمل هو بحث في كل موضوع وفقا يعني لكل مرحلة، بيعمل بحث 500 كلمة 1000 كلمة 2000 كلمة في الموضوع الفلاني، فهو اضطر يبحث عن المعلومات عن هذا الموضوع. في بحثه عن المعلومات ديت يعني ديت مهارة جديدة هيكتسبها وخبرة جديدة هيكتسبها، ويتقن ازاي يجيب المعلومة، وبعد ما بيبحث بيشوف معلومات كتيرة جدا وازاي يرتب هذه المعلومات ويقدمها في خلال حاجة. عمره اللي عمل البحث اللي دور وبحث ونقب وكتب وعمل عمره ما هينسى المعلومات دي، وهو ده اللي مخلي الفارق كبير جدا بين البحث والمعرفة وبين الحفظ والتلقين. عشان كده ده جزء المناهج، جزء من أزمة التعليم. الجزء الثاني أنا عندي عدد المدارس وكثافة الفصول وكفاءة المدرسين و و و. طيب خلاص يبقى حوار مجتمعي يتناقش الموضوعات دي كلها، كل الناس تناقش طول أفكارها ونوصل لنتائج وعلى أرض الواقع، وعشان نعرف إن الأزمة دي فيها حلول عاجلة وحلول آجلة. لان انا الحاجه اللي بتسبق 50 سنه مش هتتحل في يوم وليله، انت بتهد العماره في 3 ايام وبتبني العماره او نفس العماره لما تيجي تبنيها بتقعد سنتين. فالنهارده هد 50 سنه شوف هياخد وقت قد ايه، ده مش تيقيس ولا تسويد للمساله، انما يمكن خطوه بخطوه نستطيع ان احنا نشوف حل. يعني كثافه الفصول دي ده عايزه نبي يصرخ لنا، لان احنا الزياده السكانيه مخليه المعدل صعب صعب انك انت تعمل حاجه، احنا بنزيد بطريقه يعني مرعبه. والنهاردة في جلسات النهاردة كان يعني أول حاجة تم خلالها من ناحية مشكلة التعليم إن يبقى في حوار مجتمعي، هيتعمل حوار مجتمعي، والرئيس قال إن دي توصية وهيتعمل هذا الحوار المجتمعي. يا رب إن الحوار ده يتعمل على أساس برضه نحط فيه الصالح العام وليس تشبث كل واحد سواء بقى حزبي أو مش حزبي أو الكلام ده كله، ننسى كل الحاجات دي كلها، لأن الحزبية في الآخر أو أنا في حزب وأنا في حزب إحنا بنبحث عن الأفضل للوطن. فعلينا إن إحنا برضه نبقى متناسين، نقنع ونقتنع، يبقى عندنا المهم لغاية ما نوصل لتوصيات القابلة للتنفيذ ونحطها. وأنا في رأيي المتواضع البسيط أي حلول للتعليم، وعندي بقى مشاكل بتاع المدرسين والمرتبات والكيف هنا ازاي اعداد المعلم، اهم معلم احنا عايزينه دلوقتي في المرحله ان احنا نعد، ويا ريت يبقى في اول توصيه في الحوار المجتمعي او الساده اللي هيشاركوا في اي حوار مجتمعي او يبقى مطروح امام حضراتكم عشان يبقى نقطه من اللي تتعمل في هذا الحوار المجتمعي، ان احنا نبقى عارفين ان انا اي حاجه عايزين نطور فيها انا لازم اطور المعلم ليها. فاحنا محتاجين نعد بسرعه جدا، ممكن تاخد مننا 6 اشهر تاخد سنه اكتر، يعني كم من المعلمين بقى انا بعد اهم مرحله، وانا بقول دي المرحله الاجله اللي نبتدي بيها مع المراحل العاجله، ومع ان انا هسيب حاجات تمشي، ما احنا بقى لنا 50 سنه كده همشي كده، بس انا بصلح من تحت اللي هو من المرحله الابتدائيه دي اهم مرحله، واهم معلم هو اهم المرحله الابتدائيه. هل انا عندي معلم جاهز ومتدرب وتم اعداده ان يبقى محامي؟ ما عندناش خالص، بالعكس ده احنا معلم المرحله الابتدائيه ده احنا كده اللي بوديه، لان احنا يعني اي حد واي حد بيروح لا خبره ولا حاجه. انا لا يعني، وده مش ذنب المعلمين، ده ذنبنا احنا، انما المعلم على قد اللي خده. فانا ازاي اعد كوادر؟ ازاي بقى نبتدي نعمل اساس لهذه المساله؟ يعني محمد علي لما ابتدى النهضه وبعت بعثات بره عشان تعلم من كل المهن في كل المهن الحرفيه وفي التعليم والكلام ده كله، بعت 400 وشويه حد. انا النهارده بالنسبه لتعداد مصر كان قد ايه ساعتها؟ احنا محتاجين دلوقتي عشان نعد كفاءه المدرسين والكلام ده كله نعد بسرعه جدا. ازاي يبقى دي اول حاجه نعملها؟ نبتدي بكره
نعمل ازاي نعد المعلم يبقى زي معلم المرحله الابتدائيه في اي حته في العالم المتقدم، ونبتدي يا رب نبتدي الكلام ده. عندنا 10 مدارس في مصر مثلا، يبقى نبتدي في مدرستين، ولما نعد ناس تانيين نعمل 3 وهكذا. هي دي النقطه اللي لازم نخلي بالنا منها ونحطها، وان احنا نتكلم على مشكله التعليم اللي هي مشكله شديده التعقيد. هرجع لحضراتكم بس بعد الفصل. بتاعت اليوم الثاني اللي هو كان النهارده، والرئيس النهارده حتى لما كان سئل على قانون التظاهر، والبعض كان بيطالب اعاده النظر، فالرئيس قال ان قانون التظاهر صدر في ظروف كانت تريد الدوله تثبيت دعائمها ولتحقيق التوازن بين الامن والاستقرار والحفاظ على الحريات. وقال ودعا برضه اللجنه للنظر في امر قانون التظاهر، ندرسه ونتحاور ونتكلم. ودائما واحنا بنتكلم ده كله الهدف بتاعنا كله، احنا متفقين كلنا اللي قاعدين على وطن. بنختلف وجهات النظر لصالح هذا الوطن، ده صحي، ده امر صحي، وبالعكس ده امر منطقي وطبيعي ان تختلف وجهات النظر، انما في الاخر كلها بنختلف وجهات نظر لاعلاء صالح الوطن ولاعلاء قيمه الوطن ولاعلاء فكره الحفاظ على الوطن. انما مش بنختلف، مش مهم بقى الوطن، لان هو ده في بعض خلافاتنا دلوقتي، يعني موضوع الوطن ده مش في الدماغ قوي. ده ليس معنى هذا ان انا اقلل من وطنيه احد او اشكر، لان ما فيش حد يقدر يقول ده وطني ولا مش وطني، يعني هنعمل زي الاخوان بقى ده كافر وده مش كافر؟ لا، انما هي الفكره كلها، انما لما انا اتصرف تصرف ده يضر او مش هزعل انا، ولما حد يقول لي لا خلي بالك ده ممكن يضر في كذا. الرئيس دعا الشباب للمنافسه في انتخابات المحليات المقبله والاستعانه بالشباب داخل البرلمان حتى لو في شكل مساعدين للنواب. والنهارده حتى لم يبقى النهارده في مجلس النواب النهارده هذا العدد الكامل المرعب. المتوسط الاعمار في مجلس النواب نزل بطريقه بقى في عدد من الشباب لغايه يعني بقى في سن 30 و35 سنه و40 سنه، عدد كبير جدا، وده شيء رائع جدا 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 حصل في مجلس النواب. وكفاءات انا يعني برضه في وجهات نظر كثيره بتهاجم بضراوه مجلس النواب، ومجلس النواب من اول جلسه لي هجوم شرس عليه، مش عارف ليه الحقيقه. هل الفكره هو انا لازم عشان خاطر ان انا النهارده يعني هل النهارده الهجوم، وزي ما كان حد بيتكلم يعني في السوشيال ميديا، انك انت النهارده لو انت بتتكلم على اخبار ايجابيه مش هتلاقي نسبه تداول ولا هيجي لك اعلانات على المواقع ولا هيجي لك على الكلام ده كله، انما لو انت عامل مساله خلافيه واحتداد وتراشق وكلام ده كله، او ممكن تصل لحد الشتيمه، تلاقي نسبه المشاهده عاليه جدا. ما هو احنا عندنا حاجه برضو لازم نعرف في سلوكياتنا احنا يعني لو حضراتكم بس تتخيلوا وفي قاعده فيها اكتر من حد قاعد، وواحد بيتكلم بيقول تعرفوا فلان الفلاني؟ فبيتكلم على فلان، فابتدى يتكلم بيقول فلان الفلاني ده ما شاء الله صوره بعد ما خلص الجامعه، عمل ماجستير ودكتوراه، وبعدين وحضر بعد كده مش عارف دبلومات في ايه والكلام ده كله، يبتدي يتكلم لكونه بيتكلم عن امر ايجابي. تعالى شوف الانعكاس ده على اللي قاعدين. هتدي واحد بيتاوب، واحد تاني راح مطلع التليفون وابتدى يبص فيه، واحد تاني قال له طب يعني من الاخر بقى طيب. طب تعالوا نشوف بقى لو هو بيتكلم على نفس الشخص بيقول تعرفوا فلان الفلاني اللي اتخرج من الجامعه ده؟ صوره امبارح كان في معرفش اتمسك بيعمل ايه والبتاع ده كده. لو حاول يبلع ريقه او ان هو مثلا هيعطس حد ولا بتاع ده حده، هيقول له كمل ايه؟ الكل يعني الانتباه اشتد بطريقه غريبه جدا. هل احنا عندنا جوانا، هل فكره انك انت تسمع سلبيات او تسمع حاجه فيها حاجات غلط على حد تاني بتثير انتباهنا اكتر من ان انا اسمع حاجه ايجابيه؟ هل فكره ان انا بسمع حاجه ايجابيه عن حد تاني بتسوئني انا؟ انا ما اعرفش هي راجعه لايه، ايه اللي بيخلي ده اللي موجود، بس دي ظاهره حضراتكم تقدروا تلاحظوها. وهكذا في الاعلام، فالنهارده او في الاعلام كله، فالنهارده اصبح الحاجه ويمكن ده ربما اللي دفع ان يكون هنالك فكره ان انا على طول يقول لك اسخن، اسخن ايه؟ ومش عارف اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ مش في صالح عام النهارده وفي ناس كتير قاعدين هم لا في ده ولا في ده، بس هو عايز يشوف يطمن. وهو في بقى الاهم من ده ومن ده، هو مش في حرب نفسيه على البلد؟ اللي بينكر ان في حرب نفسيه، والحرب النفسيه ده جزء من الحروب الحديثه دلوقتي، الحرب النفسيه. والنهارده بقت الحرب دلوقتي، كان زمان الحروب جيوش ضد جيوش، دلوقتي بقت التطوير الجديد بقت الحرب النفسيه موجهه، بقت الحرب ضد الشعب، المدنيين مستهدفين بالحرب النفسيه، اللي فيها كذب، اللي فيها فتنه، اللي فيها شائعه، اللي فيها اي حاجه. هل احنا ما ناخدش بالنا؟
هل احنا ممكن ان تحت بند ان انا بروج لشيء او فاكر ان في كاعلام النهارده ان انا بعمل ما يسمى السخونه او ان انا لا ما دققش في الخبر اللي بيتقال. يعني هنا 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 هي دي الوقفه اللي لازم نخلي بالنا منها. فالنهارده الرئيس لما بيتكلم على قانون تظاهر وقال شوفوا لو في حاجه تتعدل ايه المشكله، وقال ان يعني اي مكاسب لها تحديات. قال ان مرتبات العاملين في الدوله زادت خلال الخمس سنوات اللي فاتت من 150 مليار ل 900 مليار، وال 900 دول بيتم اقتراضهم من بره. طب لما انا عندي في 900 مليار المرتبات بتاعه العاملين في الدوله الزياده دي كلها، يعني معنى كده ان انا كل طلعه شهر عندي مبلغ كبير جدا انا ما عنديش من الفائض ولا عندي ولا الانتاج ما هوش كافي والاستهلاك كبير وعندي 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 وعندي. هل الامر ده ممكن يتحمل رفاهيه النهارده ان احنا نوقف الشغل الحته دي عشان محتاجين على شيء او نعمل ده؟ برضه ما نحط الصالح العام هنا، ونحط الصالح. ما هو دلوقتي حاله لغايه مصر الاول ايه الاهم في المهم؟ الاهم ان مصر تعدي وتصلب عودها وتقوم، ولا المهم ان احنا نتكلم في امور خلافيه وخلافيه وان يبقى ده حوار وده بيتعمل تظاهر وده بيعمل مش عارف ايه فلا نقوم ولا حاجه ونفطس كلنا؟ ما نفكر ايه ده الموضوع. النهارده برضو الرئيس قعد مع ممثلي 21 حزب سياسي في لقاء خاص واستمع لاقتراحاتهم المختلفه. الرئيس امبارح بالليل في جلسات بالليل الحقيقه كان اتكلم عن القوات المسلحه وقال انها بتساعد في تعزيز الحمايه الاجتماعيه والوضع الاقتصادي التزاما بدورها الاساسي في حمايه الامن القومي، وقال ده جزء اساسي من مهامها المهام بتاعتها. وقال ان القوات المسلحه لا تسعى، ما في حرب على القوات المسلحه، يقول لك ليه يعني اشتغلوا. والدكتور برادعي من بره كان قال لك ده جيش المكرونه. طب يا سيدي معلش، القوات المسلحه لولا الانشطه اللي بتعملها دي واللي هي زي الرئيس ما قال خاضعه للجهاز المركزي للمحاسبات والحسابات بتاعتها، لولا هذه الانشطه اللي بتعملها دي كلها كان زمان النهارده وخاصة في موازنات التسليح، موازنات التسليح كلها الدولة ما دخلتش فيها، هي من داخل الجيش من موازنتها هي اللي عاملينها من خلال مشروعاتها. والكلام كان البعض بينتقد، ما هو في ناس، ما هو هي الأصل الحكاية، هل الحكاية فعلا انك انت بيسيئك ان القوات المسلحة تساعد وتنشئ وتنجز في وقت احنا مطلوب فيه انجاز، واحنا عندنا حالة هرتلة في الحاجة؟ يعني عندنا طريق اسكندرية ده قعد كان اتصرف عليه 5 مليار جنيه وما اتعملش 3 4 5 سنين، وفي الاخر اضطر ان يدي القوات المسلحه الاشراف. القوات المسلحه ما عندهاش ناس بترصف وما عندهاش ناس بتبني، انما القوات المسلحه ميزتها في ايه؟ ان هي خلاص هي بتيجي زي الاستشاري اللي هو بيكلف بالعمل وبيستلم العمل، مش هيترشوه ومش هياخد حاجه ومش هيقبل انه ياخد حاجه بمواصفات اقل وعايزها في الوقت المحدد، هو ده الموضوع. فالمشروع بينتهي وده فكره النظام والالتزام، فكره الانضباط. لما يبقى كل اجهزتنا منضبطه القوات المسلحه خلاص يا سيدي اعمل ده، يبقى الطريق ده بياخد وقت قد كده اعمله فيه، بس اعمله بالمواصفات القانونيه ما يحصلش فيه اي حاجه. قال ان حجم اعمال القوات المسلحه الاقتصاديه وعلى كل الكلام ده كلها لا يتعدى من 1 ل 1.5% من الاقتصاد المصري، يعني لا اللي بيتكلموا يعني بيتكلموا على ان لو الجيش ميزانيته او عمل انشطه والكلام ده وكان دي حاجه تضير وكان الجيش ده جاي احنا مستوردين من بره، جيش موزمبيق مثلا. الرئيس قال ان في 1350 مشروع تنموي متكامل بحلول 2018 هينتهوا ان شاء الله، وهو ما لم يكن من ممكن انجازه دون مساهمه القوات المسلحه. هو ده بتكلم على فكره الوقت، والاهم من فكره الوقت فكره الجوده، انك مش بتعمل لي حاجه في وقت قليل بس حصل فيها خلل في المواصفات فيبقى انا يا ريتني ما عملتها. انا عايز بس اروح للنهارده للندوه اللي كانت النهارده، والندوه ديت يمكن ايه لان هي برضه عامله على المواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي عامله حكايه، يعني اللي هي كانت الندوه بتاعت تاثير وسائل الاعلام على صناعه الراي العام الشبابي، دي كان لسه منتهيه من ساعه ولا حاجه زي كده. الرئيس دعا لضروره ان تلتزم وسائل الاعلام بالصدق وهذا افضل طريق للاصلاح، وقال ان كثيرا من وسائل الاعلام اضرت بالدوله ومصالحها دون ان تدري، والدليل ان الحديث عن ارتفاع سعر الصرف كان بدايته خبر غير صحيح في صحيفه. ما حدش واخد باله ان لما جورنال يجي يقول ان الدولار ب 18 جنيه ولا ب 15 جنيه ولا ب 12 جنيه اي باي سعر، ان هذا الخبر ده بيبقى الخبر ده في حد ذاته غير، يعني ده ملوش اي مرجعيه.
لانك انت في سعر في سوق سوداء. طب انت جبت عرفت منين؟ هو حد قال لك؟ رحت انت تشتري فقال لك كده فتكتب الخبر ده؟ انت مجرد كتابه هذا الامر انت اصلت بقى وضع قائم دلوقتي انه بقى بالمبلغ اللي انت قلته في البرنامج. هل اتعمل ده سهوا ولا اتعمل عمدا؟ انا الله اعلم، انا مش في الضمائر، انما ده في كل الاحوال خطا، ولا بد ان يكون هناك حساب ايا كان. ما هو بالقانون يبقى في حساب، يعني حساب للصحيفه او حساب للقناه اللي قالت ده او حساب لوسيله الاعلام اللي قالت ده، لابد يكون في حساب. لان لو اتركت كل واحد يعمل اي حاجه كده، هل يجرح حد بره فيما يخص الحاجات الاقتصاديه دي كلها يكتب اي حاجه غلط؟ شوفوا اللي بيحصل ايه. وقال ان الاعلام كان سبب في تغيير العلاقه السياسيه مع دوله صديقه. يمكن احنا تعالوا نفتكر الازمه بتاعه الشاب الايطالي ريجيني اللي هو لقيوه مقتول وجثته فيها تشويه كبير جدا ومحطوط في النفق بتاع امتداد طريق الاسكندريه. في الاخر هو داخل على عند قبل ميدان الرمايه بمسافه كده، وهذا المكان الى حد كبير يعني قريب لمبنى امن الدوله اللي موجود في الجيزه. لما تعالوا بقى، انا بس بدعو كل واحد اللي بيتكلم بيقول لا 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 انا اكتب الخبر ده، تعالوا شوفوا الاخبار اللي اتكتبت. في كانت اخبار الخبر طالع فيه ادانه يعني هو فيه مشاوره ان البوليس المصري عمل هذا الكلام. طب انت بتسبق الاحداث يعني، انت يعني هل ده النهارده، هل دي الحريه؟ وهل دي حريه الصحافه انك انت بتعمل بدون ان تملك اي شيء؟ هل انت عارف ده ممكن يترتب عليه ايه؟ وبعدين يعني بمبدا بسيط جدا وبترتيب، طبعا غير النشطاء. ولو في صوره شهيره لانهم عملوا هناك قبر من الزهور زي عند السفاره الايطاليه، في وزهور وواحده كاتبه بتقول يعني ايه كي يقتلون يعني بتتوجه يعني يقتلون احنا، بتوجه الامن المصري خدونا احنا يعني ما معناها يعني خلاص بقت في اشاره ادانه. فانا النهارده حتى الصوره واليافطه اللي عاملاها النشاط، اما انا انشرها في البرنامج انا شاركت في هذه الجريمه، لان انا نشرت حاجه غير قائمه على دليل. هو اي حد يعمل اي حاجه انا انشرها؟ طب انا ما يعني حتى لو حبيت انشر هذا الكلام لانه بقى واقع على الارض، اليافطه دي موجوده عند السفاره واقع على الارض، بس لازم يبقى لي تعليق عليها اقول ان الكلام ده كلام خطر وغلط وكذا وكذا وكذا. عشان هو اللي حصل ايه؟ الم يستشهد الجانب الايطالي كل الاستشهاد او كل الازمه اللي عملها؟ قال لك ده الجرايد بتاعتكم اللي قالت ان البوليس اللي قتل. طب بتفكيرنا احنا البسيط، هل البوليس لو كان الامن اللي مسك الواد ده الشاب ده لاي سبب وفطس في ايديهم، هل هيرميه في الشارع ولا يخفيه يعمل عقل كده؟ يعني ولا البوليس حب يتخلص منه لحسن البوليس يمسكه؟ ما حد يقول لنا يوضح لنا يعني هو رماه لحسن حد يتمسك عليه مثلا؟ يعني بتفكير بسيط. يعني ليه ما حطيناش احتمالات تانية ان يكون ده جزء من اللي بيتعمل في مصر؟ ليه ما حطيناش هذا الاحتمال؟ هو ده الاحتمال اللي عارفينه في ايطاليا، هو ده الاحتمال اللي عارفينه في ايطاليا، وده ايه الحكايه وايه طبيعه الولد ده والدور المخابرات بتاعه، هم عارفين هذا الكلام. انما عملت ازمه، يعني عملت ازمه بلا لازمه. الازمه اللي عملتها اللي عملها الاعلام المصري اللي هم استشهدوا بيه. كان كل وفد بيروح برلماني او اي حد يروح هناك يقول لهم احنا مش احنا ده، انتوا اللي بتقولوا. طب اللي تطوع وسبق الاحداث وان البوليس المصري عمل كده، هل يعقل هذا الكلام؟ وهل هي دي الحريه؟ فين دليلك على ده؟ ما هو البينه اعلى من الدعاء. انت بتقول ان البوليس، طب قول لي البينه بتاعتك ايه؟ واذا كان البوليس يبقى يحاسب البوليس. حاجه ثانيه، ده بالنسبه للخبر، يعني الخبر لازم صدق الخبر. طب نيجي للراي، هل يمكن ان اي حد يقول راي في مغالطات؟ ما هو في العمود الرئي ممكن تستند الارقام. انا هقول بس على مقال كتبها الاستاذ فهمي هويدي، كانت من 3 4 5 اشهر، وقال رقم على عدد اللي هم ماتوا في رابعه، قال حوالي مش عارف 15000 ولا عدد قريب من هذا الكلام، عدد كبير يعني. وبيقول راح فاتح قوسين يعني، وبيقول ده استند للرقم منين؟ خد الرقم ده بيقول حسب تصريحات دعم الشرعيه. طب دعم الشرعيه دول مين؟ ما هم اخوان. وهل انت تستند؟ هل يمكن ان انا في مقر راي استند لخبر لحاجه ما لهاش اساس من الصحه واكتب ده؟ طب ما انا بكتب ده في مقر راي ومن كاتب كبير جدا، اذا يبقى هو الرقم الصحيح. كمل يعني كم التشويه اللي بيحصل، وكم انك انت بتثير
يعني بتعمل حاله من الكراهيه المتبادله الشديده جدا، وبتعمل حاجات غريبه جدا من الكلام. هل الراي ممكن انا اقول راي بقى مستند الارقام غلط؟ هل يصح هذا الكلام؟ وهل يمكن طب والحساب يبقى الحساب ايه؟ طب لما يحصل ده نعمل ايه؟ نفسي اي حد بيتكلم فكره الحريه، ده شيء ما فيش اجمل من الحريه، بس إن لو احنا خدنا بالنا ان الحريه فكره انك انت لما تقول لحد انت حر، فتكتشف ان الحريه دي اكبر قيد على الانسان نفسه. يعني انا حر ما لم اضر، وانا حريتي لا تعتدي او تقترب من حريات الاخرين. يعني انا لو واقف قدامي واحد على بعد متر، انا لا استطيع ان اتجاوز النص متر، ما اقدرش اعدي ايدي دي اكتر من نص متر والا ان انا اكون بهدده، دي حريتي. فانا حتى في حريتي انا مقيد. اذا الحريه كلها قيود، والقيود دي قيود بتاعتنا بتيجي من الجانب الاخلاقي بتاعنا، ومن الجانب تحمل المسؤوليه بتاعنا، ومن جانب حاجات كتيره جدا ان انا احافظ على ده. فاذا النهارده لا 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 فكره ان خبر يكتب اي خبر مطلق، ولا في الراي تقول اي مطلق. اذا استندت ان عندك راي بتقوله في اي حاجه، انما عندما تتكلم عن ارقام والكلام ده لابد ان يكون عندك الدليل على ده. فاللي قاله الاستاذ فهمي عويد ان يقول عدد، انا اعتقد ان ساعتها مش فاكر فوق ال 10,000، فالعدد ده وبيستند لدعم الشرعيه. طب هو ده، هل دعم الشرعيه جهه رسميه منوط بها ده، منوط بها هذا الكلام؟ طب والنهارده لما يبقى فيه، هل في حد في مصر يمكن النهارده يعتبر انه مات ما لم تصدر له شهاده وفاه؟ يعني ده مش هيعتبر ميت الا في شهاده وفاه ليه؟ طب ما تشوف وزاره الصحه شهادات الوفاه اللي طلعت قد ايه، والناس اللي اتعملت في هذا، والناس اللي ماتت وما عرفوش وعرفوا ما عرفوش يستدلوا على شخصيتهم كانوا قد ايه؟ فنقدر يعني جهه رسميه. طب انت بتتشكك او بتشك في وزاره الصحه بتتكلم في ده، يبقى ما تقولش ارقام، ده كلام. فاذا حتى في كتابه المقال لا انا مقيد، ولو خرجت عن هذه القيود لابد ان يكون هناك حساب. يعني لما يعمل ده فنبقى ساكتين كده، طب ما انت بالكلام ده كله انت تعمل بلبله في الراي العام. الاستاذ مكرم محمد احمد كان في كلام بقى حصل الندوه دي كان فيها على المنصه الاستاذ ابراهيم عيسى، هو تكلم عن قيود التمارس على الاعلام، ونجب ان هناك تعدديه والغاء الحبس والافراج عن الصحفيين محبوسين، وقال في السكه اسلام بحيري واسلام يعني، ورد برضه كان برضه على المنصه الاستاذ ابراهيم الجرحي، وقال ان لابد من تفعيل قانون العقوبات بخصوص الخوض في الاعراض على مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي مش بقى حتى بيختلفوا في راي، ده فيش اشتماع علني يعني، وحاجات يعني ما ينفعش تتقال، وحصل نقاش او جدال. انما في الاول وفي الاخر هل يمكن ان اي حاجه ممكن تخرج؟ هل ممكن ان كل واحد يعمل على كيفه؟ هي دي المساله. ده كان في النقاش بتاع هذا الموضوع. الاستاذ مكرم محمد احمد الحقيقه اتكلم وقال ان الاعلام الوطني احنا محتاجين قانون الاعلام، لان احنا عندنا الصحافه القوميه، ودي مساله على فكره بقت صعبه جدا، بتعاني من مشاكل كثيره جدا، ولابد بسرعه من القانون عشان الكلام تحل، ان الصحافه القوميه هي اللي يمكن ان تعيد التوازن، لان المشكله ان الاعلام الخاص انه بينفذ عنده اجندات. ده كلام الاستاذ مكرم، وقال ان الصحافه المصريه بخير واقوى صحافه في المنطقه، والصحافه المصريه طول عمرها كانت وما زالت وستبقى ان شاء الله مدرسه تعلم الجميع. ده كان ملخص حاجات كتيره، كان عندي حاجات كتير عايز اقولها، بس انا الحقيقه عايز استقبل ضيفي وضيف حضراتكم النهارده. امبارح انا كان ليه شاب الحقيقه انا شايفه ان نموذج يحتذى به، ان هو يعني انا حاله خاصه جدا وحاله اقتصاديه يعني، وخبره كبيره ان شاء الله هتكون واعده في الاقتصاد بتاعنا، اللي هو محمد نجم. محمد نجم احنا اتكلمنا امبارح، والحقيقه اللي حصل ظروف الهواء والارسال من هنا والكلام ده كله، ان نص الحلقه ما اتذاعش واتذاعت الساعه 2. النهارده الجزء هنعمل تلخيص اللي حصل امبارح، وهنتكلم باستفاضه اكتر عن، لان النهارده في تحديات كثيره جدا بالنسبه للاقتصاد، واهم هذه الحاجات اللي هي معنى هو حتى هو في حاجه بيتكلم فيها على معنويات الاقتصاد، ودي حاجه جديده يجب ان احنا كنا عارفين معنويات الاقتصاد بتشمل راس المال وتشمل المستهلك، وهذه المعنويات اللي انخفضت هتعمل لنا مشكله، وهذه المعنويات لو بقت في مرتبه عاليه هيبقى عندنا انتاج واقتصاد قوي جدا. هستاذن حضراتكم في فاصل نستقبل فيه محمد نجم.